إذا أنت حاليا واحد من الأشخاص اللي راح تنزل على السوق وتشتري هاتف جديد لكن من فئة الفلاج شيب تحديدا، فبصراحة الأمر محير نوعا ما. فعنا هواتف قوية جدا موجودة بالسوق، عنا الاستن بلس من سامسونج، والميت 20 برو ما زال بينافس من هواوي، وأيضا الهاتف اللي يعمل ضجة كبيرة حول سرعته الون بلس 7 برو. كل هذا بفيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، رجعنا بهذا الفيديو بناء على الأسئلة الكثيرة اللي عم توصل. وكالعادة بس يكون في عنا عدة هواتف من فئة الفلاجشيب بقارن بيناتهم، بعطيكم الخيار اللي ممكن يكون أنسب لكم. فالهواتف الموجودة بالسوق عنا والشركات بصراحة يعني صار في عنا خيارات كبيرة، خصوصي مع دخول السوق الصيني بشكل الجنوني بين الهواتف. بداية أكيد في ناس كثير رح يسألوا إنه ليش مختار الميت 20 برو يعني مو البي 30 برو. حتى أجابك على هذا السؤال بكل بساطة، روح احضر فيديوهين موجودين على قناتي، الأول هو عيوب البي 30 برو والثاني هو المقارنة بين الميت 20 برو والبي 30 برو. أكيد رح تعرف بكل بساطة ليش أنا اخترت الميت 20 برو، أحطه ضمن الهواتف الآن اللي عارضها حتى نقارن بيناتهم. فحتى ما أدخل بهي التفاصيل ونضيع وقت أكثر، ممكن تأخذ من وقتك شوي وتحضر هذول الفيديوهات. ندخل مباشرة للمقارنة، وأول مقارنة هي راح تكون الشاشات. بصراحة الهواتف كلهم بتميزوا بشاشات يعني تعتبر نوعا ما جميلة، وفي بين تتراوح بين متميزة جدا. فخليني أبدأ مع أكثر شاشة متميزة إلي، الاستن بلس. أكيد في ناس راح يقولوا لا كيف نسيت الون بلس 7 برو والهات الشاشة اللي هي 90 هرتز وكذا، على رأسي شاشة رائعة جدا ومتميزة وجميلة، بس ما زالت سامسونج تتفوق. طبعا هي شاشة حتى اللي بالون بلس هي من تصنيع سامسونج، لكن سامسونج بصراحة بتعمل إلها أفضل شاشات. فبالنسبة إلي أفضل تجربة من ناحية الشاشة، ما عم بحكي القطوع والكاميرات اللي بداخلها والنوتشز، عم بحكي كشاشة بحد ذاتها سامسونج. الآن ليش؟ أولا كسطوع، أفضل سطوع هو للسامسونج، ما زال أقوى سطوع تحت الشمس سامسونج. أوكي بفروق ممكن تكون بسيطة لكن أجمل سطوع. بنرجع هون لنقطة التسعين هرتز الموجودة على الون بلس. يا جماعة بدي عطول عطول إحنا نظلنا نفكر بموضوع الفائدة والقيمة اللي إحنا نحصل عليها. التسعين هرتز حلوة بتعطي سلاسة حلوة، بس هل أنا مشان مثلا موضوع هاي السلاسة والألعاب اللي لحد الآن قسم قليل جدا من الألعاب بدعم موضوع 90 هرتز، هاي خلوها ببالكم، ممكن أغير رأيي بشكل كامل وأختار هذا الهاتف؟ لازم نصفن شوي بهذا الموضوع ونفكر فيه. الأمر اللي خلينا نناقشه حتى نسكر موضوع الشاشة بشكل نهائي، الموضوع القطوع والنوتش. لازم نعرف الميت 20 برو بتميز بنوتش موجود بأعلى الشاشة، عن السامسونج الاستن بلس عن النوتش الموجود أو القطع الموجود بالكاميرا. أما يعني الون بلس واللي هو أشهر من ناحية الشاشات، شاشة كاملة ما فيها أي شيء، ذلك بيعود للكاميرا الأمامية اللي بتنبثق من أعلى الشاشة فبتعطينا هذا الموضوع. فإذا أنت من الناس اللي فعلا عانوا من النوتشز وخلص بدهم يخلصوا موضوع القطوع والنوتشز، أكيد خيارك هو الون بلس، ما راح تعاني من أي شيء من هذا الموضوع. بننتقل للموضوع الثاني وهو موضوع المعالجات الموجودة بهي الهواتف. بنعرف احنا انه معنا بالاستن بلس الموجود بالدول العربية معالج الاكسينوس، على الون بلس السناب دراجون 855، واخيرا على الهواوي ميت 20 برو الكيرن 980. شوف معالجات يعني من أقوى المعالجات الموجودة بالسوق. أنا هون حاليا أمامي أقوى ثلاث معالجات بهواتف الأندرويد على الإطلاق، ما في نقاش بهذا الموضوع. ثلاث معالجات عم بيعطونا أداء رهيب جدا، لكن وين بتصير اللعب على يعني التفاصيل الدقيقة اللي فعلا بتخليك تشوف هذا الهاتف أسلس من هذا الهاتف، هذا الهاتف أسرع من هذا الهاتف؟ أكيد موضوع الرام بيأثر، هذا الشيء إحنا منتهي منه، لكن الأمر الأهم هي الواجهة التشغيلية اللي هون بصراحة بيتميز فيها الون بلس بواجهته التشغيلية الأكسجين أو إس، يعني بصراحة واجهة أقرب ما يكون الأندرويد ستوك اللي بتعطيني سرعة وسلاسة ما شفتها يعني بأي هاتف. خلينا نحكي هذا أفضل شيء. أسوأ شيء عنا بالواجهة التشغيلية أكيد عرفتوه هو الميت 20 برو، للأسف للأسف يا هواوي، يعني راح يطلعوا من أندرويد ويخلصوا وبعدهم للأسف ما طوروا بالواجهة، ما أعطونا التجربة. يعني عشنا الفترة الماضية كلها مع هواوي يعني
بمأساة من ناحية اليو اي. يعني أنا من الناس اللي بصراحة بحب هواتف هواوي، واللي بيتابعني بيعرف إني عم بشتريهم أول بأول، لكن بيزعجني هذا الموضوع، عم بتعبني موضوع الواجهة التشغيلية هون. طيب أنا هون راح أرجع أنوه لنقطة ثانية، ليش بعدني مصر إنه الميت 20 برو أيضا كمان في أمر مهم، إنه هذا الهاتف ما راح يتأثر بكل الحرب الدائرة بين هواوي وبين أمريكا بشكل عام. فشو ما صار بيناتهم، الميت 20 برو بشكل رسمي، تصريح رسمي من أندرويد إنه راح يتلقى كل التحديثات وما عنده أي مشكلة، لهيك هذا الهاتف ما زال بالسوق وبينافس بقوة. تمام، وهون بيجي عنا بالنص اليو آي الموجود على الاستم بلس، واللي هو اسمه ون يو آي. كشكل وفيتشرز وحركات بصراحة أنا عجبني أكثر شيء، حتى أكثر من أندرويد ستوك، أكثر من كل شيء موجود. أنا بروح هون فيه حركات، يعني إذا بدي أظني أعمل فيديوهات يعني اللي بيسموها الهيدن فيتشرز أو المميزات المخفية عن الاستن بلس لحاله ما راح أخلص. يعني كل يوم ممكن أطلع لك شغلات جديدة وحركات جديدة، كثير النظام كثير فيه حركات، واضح إنه متعوب عليه، بس سلاسة وسرعة واستجابة ولا يعني مستحيل يعلق معك. لا أكيد عنا الون بلس هو أفضل خيار لنا. الثلاث هواتف أفضل تجارب تأخذها عليهم من ناحية الألعاب، ما عندك أي مشكلة، لكن بسبب الريفرش ريت اللي هو 90 هيرتز الموجودة على الون بلس، هون في عنا شغلة حلوة راح تستفيد منها، موضوع أنه ما في ألعاب نعم تدعم 90 هيرتز أو قليل الألعاب، لكن ما راح يصير في دروب بالفريم، يعني ما عاد خلص بيشتغل على 60 بثبات، ما في أي تعليق، ما في أي مشاكل. فبصراحة أحلى experience من ناحية انه ما بيصير في انخفاض بعدد الفريمات، ما في عندي اي قطع بيعطل اللعب هون. وحتى موضوع درجات الحرارة بصراحة الون بلس اعطاني تجربة حلوة، نعم بتزيد بترتفع درجة الحرارة ما بحكي لا، ايضا الاستم بلس لا بترتفع اكثر عليه درجة الحرارة، واخيرا اللي راح افاجئكم انه الميت 20 برو هو اقل شيء بترتفع عليه درجة الحرارة. هذا الشيء يعني بصراحة استغربته، ممكن بسبب موضوع الشاشة، ممكن معالجين الموضوع لأنه هون في عنا تبريد رهيب، في عنا تبريد قوي جدا بهذول الهواتف، بس بصراحة أقل شيء ارتفاع درجة الحرارة بالميت 20 برو. أما بالانتقال للموضوع اللي ممكن كثير يهم ناس، هو موضوع الكاميرات. نعرف أنه كل الهواتف الثلاث موجود فيهم ثلاث كاميرات خلفية مرتبة بشكل جميل وبتعطينا تصوير رائع. طب كيف أختار بين هاي الكاميرات؟ بداية ثلاث كاميرات بيصوروا لحد 4K، لكن عنا الميت 20 برو فقط لـ30 فريم، باقي الهواتف السامسونج والون بلس بيصوروا لحد 60 فريم على الـ4K. الكاميرات ترتيب زواياها هي زاوية زوم تقريب، زاوية عادية، وبعدين زاوية عريضة جدا. أنا شخصيا موضوع الزوم ما بيهمني، ما راح تحدث عنه كثير. الزوم تقريبا متشابه على كل الهواتف، يعني 3X 2X، والباقي بيصير ديجيتال، يعني ما بيعطيك أي دقة. فتصوير الصور العادية الثابتة على الثلاث هواتف إذا بتحسن بتعطي ظروف إضاءة جيدة، فرح بكل الهواتف يعطيك صور جميلة، وبيصفى الموضوع فقط على احترافيتك وانتقاء الزوايا. تصوير الإضاءة المنخفضة والليلية ما في أي هاتف يعني ممكن يتقارن مع الميت 20 برو، بصراحة بيعطيك إضاءة جيدة، تصوير حلو كثير بالليل، لكن هذا لا يعني أنه الون بلس والسامسونج ما فيهم، بالعكس فيهم إضاءة تصوير ليلي وجميل، لكن الهواوي فعلا بتميز بموضوع التصوير الليلي. الزاوية العريضة بصراحة أول ما استخدمتها على الهواوي حبيتها كثير، وأنا من محبين جدا الزوايا العريضة، حتى على الكاميرا العادية بحب استخدم زاوية عريضة بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي. لكن يوم إجا سامسونج بصراحة أعطاني زاوية أعرض من موجودة على الهواوي، كثير حلوة كانت، وحتى ألوانها يعني أحلى. للأسف الون بلس الزاوية أضيق من الثنتين، فأنا شخصيا ما عجبتني أبدا، وزيدك حتى أنها بالفيديو ما بتشتغل، يعني ما بيصور، ممكن يجي تحديث، بس أنا بحكي اليوم باليوم الحالي ما في، يعني ما بتصور فيديو، يعني شيء كثير غريب، يعني ليش ما يكون موجود أصلا، يعني حتى لو جبت ليها بالتحديث خلص خليها موجود، يعني شو الفكرة أنه تشيلها. عن الميت 20 برو بتميز بموضوع تصوير الماكرو اللي هو التقريب من الأشياء، عم تصور زهور، عم تصور حشرات، ما في شيء بتفوق على الهواوي بهذا الموضوع، بيقرب يعني فيك تقرب وبتشغل وضع الماكرو وبيعطيك دقة وتفاصيل رهيبة
جدا بهذا الموضوع. الآن بالانتقال لموضوع تصوير الفيديو، ثلاث هواتف حكينا بيصوروا فيديو، فيديو جميل جدا، لكن الموجود الفيديو الموجود على سامسونج بصراحة أنا بالنسبة لي بتميز. الفيديو والصور اللي على سامسونج بتميزوا بموضوع الألوان، ساتوريشن تبعها عالي، الكونتراست تبعها عالي كثير، يعني كثير بيعطيك ألوان خلينا نحكي فاقعة، بيعطيك إياها بشكل بتجذب العين بصراحة. فإذا أنت من النوع اللي مو كثير شاطر بتعديل الألوان، سامسونج بيشتغل لك كل شيء. ثبات كثبات ستابلايزيشن أقوى ثبات تقريبا على الون بلس، لكن هذا لا يعني أنه سامسونج يعني ثباته أيضا خارق، أقل شيء ثبات موجود على الهواوي ميت 20 برو. ونقطة أخيرة نضيفها على موضوع التصوير، عنا اللي مهتمين أو بيهتموا بموضوع تصوير السلو موشن، بصراحة أنا أكثر شيء حبيت التجربة على الون بلس. ليش؟ الهواوي أنا بستثني تماما من تجربة السلو موشن، ما حبيت طريقة تصويره أبدا أبدا بصراحة، صعبة يعني، صعبة بتغلب بتلبك كثير. أوكي على السامسونج أسهل شوي، لكن اللي بتميز فيه الون بلس أنه بيتصور 240 فريم وخلاص بيضل يصور الفيديو قد ما بدك بتصور كأنه فيديو عادي. 240 فريم على فول اتش دي ترى عالي كثير، يعني بيعطيك دقة عالية وصور يعني سلسة بطريقة رهيبة. مثل ما عم نشوف الفيديو أمامنا، هذا الفيديو أنا مصوره، أوكي مشتغل عليه يعني معدل عليه شوي مبطئ زيادة، لكن يعني شوف قديش معي مساحة أني أبطئ كونه يعني عم بصور ب 240 وفول اتش دي، فما بخسر الدقة. وبصراحة موضوع التصوير ال 960 فريم أنا ما بشوفه كثير محتاجه طالما ما عندي دقة عالية. ثلاث هواتف عندهم كاميرات أمامية، بنبدأ بالون بلس اللي هي الكاميرا بتطلع وتنزل بثقة كاميرا واحدة، الميت 20 برو عندنا الناتش وفيه الكاميرات الموجودة فيه، وآخر شيء الاستن بلس من سامسونج فيه كاميرتين، واحدة للدبث والعمق قياس العمق إلى آخره، واحدة بتعطينا الصور العادية. وين بتفضل وين بفضل الكاميرا؟ اللي بيحب الزوايا العريضة بالتصوير بالنسبة للكاميرا الأمامية، الميت 20 برو هو أعرض زاوية، فتقريبا التصوير بالكاميرات الأمامية متشابه، لكن ما ننسى أنه السامسونج بيصور لحد 4K والإتش دي آر عليها كثير حلو، يعني بصراحة بيعالج الألوان بشكل يعني كثير جميل، ف يمكن بفضله شوي عن الباقي، وحست حتى الاهتزاز فيه خفيف جدا فمعالج بشكل جيد الاهتزاز. يعني هي تقريبا الحديث عن الكاميرات بشكل عام، بيظل موضوع استخدامهم بالسوشيال ميديا بشكل عام. هون حتى ما أغلبك كثير، إذا أنت من النوع اللي كثير بيصور سوشيال ميديا وخصوصي إنستغرام، عليك بالسامسونج بسبب التعاون الأخير اللي عملوه مع الإنستغرام، صار تأخذ صورة دقة عالية، ما في أي مشاكل، ما في أي عزل أو فصل للصوت أو مشاكل بالتلوين اللي هي منواجهها لليوم بالمية 20 برو. أيضا إذا أنت تستخدم أنت سوشيال ميديا لا تفكر بالمية 20 برو أبدا، لأنه راح يغلبك، يعني راح يطلع عندك فيديوهات غريبة عجيبة خصوصي بالستوريز تبع الانستغرام. فبالنسبة للناس اللي حابة تعرف للسوشيال ميديا شو أفضل، برتب لك ياهم استن بلس ون بلس، وآخر شيء عنا الهواوي. الهواتف احنا بنعرف الهواوي عليها 4200 البطارية، السامسونج 4100 والون بلس 4000. الفكرة انه الذكاء الاصطناعي اللي موجود على الهواوي انا عجبني اكثر شيء بالحديث مع البطارية والتفاهم مع البطارية وكيف يتعلم شغلك، فبصراحة يعطيني عمر فعلا بيستحق طويل، مو لانها اكبر ب 200 او ب 100، لا، طريقة تعاطي يعني الشغل معها والذكاء الاصطناعي معها، بالإضافة أنه حتى لو كانت تخلص قبلهم ففي عندك أنت شاحن 40 واط بيلحق يعني أنه يشحن عليه قبل كل هاي الهواتف. اللي بعدها الون بلس البطارية 4000، لكن الشاشة الكبيرة اللي عليه و90 هرتز بيسحب من الشحن بصراحة، بيسحب. أنا يعني توقعت يعطيني أكثر، يقول معي أكثر، خصوصي أنه أندرويد يعني الأكسجين أو إس أقرب ما يكون للستوك للأندرويد، فللأسف لا، بيخلص معي وبيستهلك البطارية بشكل جيد. نعم شاحنه سريع، لكن تمنيت أن البطارية يظلها أكثر من هيك. السامسونج بيظل معي أموره تمام، بس لا ننسى أنه شحنه بطيء، يعني هاي سيئة بصراحة، نحتاجين أنه نشوف سامسونج فيها شحن أسرع من هيك. طبعا الناس رح تحكي لي لا شاحن سامسونج سريع، يا جماعة سريع على عيني وراسي، أنا بقارن لك يا مع الهواتف الموجودة معي، بتحكي 30 واط 40 واط، شو السامسونج؟ هلا برجع بيجي وحكي لك واحد رح يجي تحديث يفتح لها حد 25 واط، اوكي بدي ارجع اشتري شاحن جديد، ولا يوصل التحديث ساعتها بنجرب نحكي موضوع. احنا عم نحكي لحظه تصوير هذا الفيديو، يعني افتح روح شوف التاريخ، وهذا الكلام لتاريخ
رفع هذا الفيديو. بالنسبة للقفل والسيكوريتي والأمان على هذا الهاتف، نبدأ بالفيس آي دي وفتح الوجه، فتح القفل عن طريق الوجه. أكيد هون النقطة بتروح للميت 20 برو كونه فيه فيس آي دي بشكل رسمي، دبث وحساسات وإلى آخره، فبكل أمان وسرعة بيفتح. بالنسبة للسامسونج والون بلس عن طريق كاميرا ار جي بي اللي هي بتكون اقل امانا، ومثلا بظروف الاضاءة المنخفضة احيانا بغلبك لا يفتح احيانا ما بيفتح، بينما الهواوي لا في سرعة كبيرة. كل الهواتف هي بتفتح ببصمة بالشاشة ضوئية على المي 20 برو، على الون بلس وعلى السامسونج بصمة الترا سونيك. الفرق بيناتهم يعني ما شفته كثير كبير من ناحية انه موضوع الامان، فتح بصمة بهي الشكل ما بدنا ندق عليه كثير مشان ما يصير موضوع الامان هوس عنا، لانه مين بده يقدر يفتحها؟ يعني بصراحة مو سهل اختراقه، انا ما بحكي انه شيء مستحيل، لكن على مستوى الافراد والناس العاديين مستحيل، اما على مستوى ناس متخصصة نعم، اي ما فيش امان بالعالم اسمه امان مطلق. لكن خلينا نحكي مين بفضل هاي البصمات، اكيد بدون منازع الون بلس، سرعة صاروخية يا جماعة، سرعة هائلة. لكن مين بفضل مكان البصمة؟ بصراحة الميت 20 برو بفضل مكان البصمة فيه اللي هي جاي تقريبا بالمنتصف، فالوصول لها أسهل. هاي بنحكي بالنسبة للناس اللي بتدقق على تفاصيل. بالانتقال الموضوع التالي هو موضوع الصوت. موضوع الصوت بالهواتف يعني مباشرة رح أريحكم أطلع الهواوي من المعادلة، يعني في فرق شاسع بالنسبة للون بلس وبالنسبة للسامسونج، يعني اجتازوا الهواوي بهذا الاختبار، خصوصي انه يعني ما فضوع منفذ الشحن والى اخره ما حبيته يعني. فهو كل هواتف ستيريو، لكن سامسونج بصراحة اعطاني تجربة رهيبة جدا، بعديها الون بلس ايضا نقلة رهيبة، اخر شيء عندنا المي 20 برو بالنسبة للصوت. منفذ الشحن بكل هواتف هو تايب سي، مقاومة المياه والغبار بشكل رسمي موجودة بالهواوي والسامسونج موجودين والشركات التحكير موجودين، لكن على الون بلس اختبارات الناس ورجتنا انه موجود، لكن لكن الشركة ما بتحكي لك انه هذا الشيء موجود. فهون يعني تعاملها مع تعاملك مع الون مع الون بلس بالنسبة للمياه والغبار شوي مخيف، يعني هاي خليها ببالك. موضوع منافذ الصوت عنا كله ما في باستثناء السامسونج، ما زال محافظ على منفذ 3.5 ملي، فالمهتم عليه بالسامسونج. موضوع الذواكر الخارجية، سامسونج ما زالت محافظة بتاخذ ذاكرة خارجية بشكل طبيعي، الهواوي ذاكرتهم اللي هي يعني هن بيشوفوها انه كويسة، النانو اللي ما بتلاقيها غير عند هواوي. اما بالنسبة للون بلس ما فيه ذاكرة خارجية ابدا، فاذا انت بهمك هذا الشيء ما راح تلاقيه بالون بلس. موضوع الشحن اللاسلكي وشحن اللاسلكي العكسي موجود على الهواوي، موجود على السامسونج، اما على الون بلس ما في عندنا لا شحن لاسلكي ولا لاسلكي عكسي. ايضا نقطة ممكن يعني تهم ناس او لا من ناحية نوع الاتصال بشكل عام، بصراحة احسن تغطية حصلتها بالون بلس، احسن تغطية وايرلس ايضا بالون بلس. لان النقطة الاخيرة واللي هي الاسعار، اليوم بعد شوي المشاكل اللي عم بتصير مع هواوي نقدر نحكي انه اقل سعر للمي 20 برو ممكن تحصله من السوق باقل سعر بين الهواتف الموجودة. بعديه السامسونج بكونه وصل له فترة نازل، فبصراحة بلش ينخفض الأسعار وممكن تحصل عروض هون وهون. وآخر شيء وللأسف الون بلس ارتفع سعره بطريقة بصراحة جنونية، يكاد ببعض الدول يصل $1,000، واللي ما بيوصل فيها $1,000 وما فيها وكيل شحنها عم بيوصل تقريبا $1,000. بهذا الشيء أنا أزعجني. الهاتف هو نعم فلاجشيب، بس يعني مو لدرجة أنه يوصل لهذا السعر. شخصيا أنا اشتريته بمبلغ جدا قريب من $1,000، فهذا الشيء يعني لازم يعيدوا النظر في ون بلس أنه ينتبهوا إذا هم راح يمشوا بهذا الخط. فبدهم يطلعوا لموضوع أنه نحكي إضافات مثلا، هذا الموضوع يمكن نسيته، بالعلبة شو بتيجي؟ كل هواتف بيجي معها شواحن سريعة، كل هواتف بيجي معها الكفر يعني الأساسي، لكن الون بلس ما بيجي معه وصلة لتحويل منفذ الشحن لسماعات، ما بيجي معه سماعات حتى، هذا الموجود بالهواوي موجود معه سماعات، موجود معه أيضا الوصلة اللي هي بتحول من التايب سي لمنفذ 3.5 ميلي. على السامسونج ما في عنا
غير سماعات لأنه مو محتاجين لوصلة، لكن في سماعات بريميوم يعني الـ AKG متميزين، مش سماعات عاديين مثل موجودين مع الهواوي تعبانين. بس على الون بلس ما في سماعات بالمرة، يعني مو لهالدرجة كمان تعطيني هيك سعر وتسحب مني هاي المميزات. فموضوع الباكيجينج والأسعار لحد الآن أنا مزعجني بصراحة بالون بلس. أكيد قبل هيك أزعجني بهذول الهواتف كمان، لكن نحكي عن اليوم لا، السعر انخفض وبإمكانك تشتريهم بأسعار مقبولة. أصدقائي بالنهاية بتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم، بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وباستمرار يا أخوان عطول شراء الهواتف لا تفكروا باسم الشركة، انسوا التعصب، انسوا كل الأفكار اللي هي خلص يعني ما بيهمني اسم الشركة، بيهمني أشتري الهاتف اللي فعلا بيفيدني، اللي فعلا بستثمر بفلوسي. كل هاي الهواتف أنا مشتريها بفلوسي، ما همني انه والله يعني هاي شركة اسمها هيك ولا اسمها هيك، خلص انا هذا اللي شفته بخدمني بروح بشتري. فاصدقائي باستمرار استثمر فلوسك بالمكان اللي انت بتشوفه مناسب واللي برضيك، وبعيدا عن التعصب للاسماء والشركات. هذا كان كل شيء لليوم، اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. لا تنسى باستمرار تشترك القناة من هاي الدائرة وتفرع فيديوهات من هون، تعطينا اعجاب وتشاركوا مع اصدقائك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.